بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله مواصلة لمحاضرات الفارماكوكاينتيك. نحن اتفقنا إن الفارماكوكاينتيك هي كل الـ process اللي involve about the effect of body to the drug، فهي بتشمل أربع حاجات رئيسية اتفقنا هي سميناها الأدمي سيستم، اللي هو A for absorption، D for distribution، M for metabolism، and E for execution. بدينا قلنا عشان نفهم الفارماكوكاينتيك لازم نفهم انه الطرق بتاعت الادويه المختلفه different route of administration، لانه ما كل الادويه بنديها بطريقه واحده، وقسمنا الطرق لاربع طرق رئيسيه. كان عندنا الانترنال اللي هو عن طريق الجي اي تراكت، فكان عندنا الاورال بالاضافه للسبلينجوال امبكال، and finally the rectal، وهنا بنستخدم الجي اي تي كسايد اوف ادمنستريشن، بعد ذلك بيحصل الابسوربشن. وإذا كان البارينترال باي انجكشن اللي هو نستخدم الانجكشن تو باس اللي هو السيرفيس الميل للسكين، فكان عندنا الانترافينس دايركتلي في الفين، او عندنا الانتراماسكولر والسبكيوتينيوس بالاضافه للانترابروتينيال اللي هي مقصد يكون اكسبيرمنتالي. وذكرنا الطرق المتعدده الاخرى زي الانتراثيكال والانترا ارتيريال، وبالاضافه للطريقه الثالثه اللي هي كانت بنستخدم فيها الجهاز التنفسي اللي هو الانهيليشن، انهيليشن سواء كان في شكل غازز ولا باودر ولا ممكن ايفن في شكل ايريسول اللي هو بتكون في شكل سوليوشن. اند ذا لاست وان ذكرنا انها بنستخدم في الكيوتينيوس تيشو او توبيكالي في الفاجينا او في الاي ولا في الاير. وشرحنا بتفاصيل ممله جدا عن هاو ذا دراج باسنج ذا سيل ميمبرين، وقلنا العمليه دي مهمه ما فقط على مستوى الابزوربشن، هي مهمه برضو على مستوى الديستريبيوشن وحتى على مستوى الاكسكريشن. واذا كان الحاجه دي ممكن تتم باسيفلي عن طريق الباسيف ديفيوجن او عن طريق كارير، سميناه كارير ميديت ترانسبورتر، سواء كان اكتيفلي ولا باسيفلي، ولا بتمر عن طريق بورس سميناه الاكوابورينس، ولا عن طريق البلعمه اللي هو البينوسايتوزيس اند اندوسايتوزيس. وذكرنا بعض الامبورتنت بيهيفيرز اللي عندها علاقه بالعمليه دي، فكان اهم ثيوري هي الايون ثيرابي ثيوري، وضحنا التشينج في البي اتش والمساله بتاعه الايونايزيشن اللي هي بتلعب دور مهم جدا خاصه في الابزوربشن والاكسكريشن والميتابول والاكسكريشن وبالاضافه للديستريبيوشن. اليوم ان شاء الله حنمر على الدرج ابزوربشن اللي هو امتصاص الدواء بالعربي، اللي هو باسنج اوف دراج فروم ذا سايد اوف ادمنستريشن الى السيستميك سيركيوليشن. لانه احنا دائما لما ناخذ الدواء وي مين ذا سيستميك افكت اوف ذا دراجز، بالرغم انه اذا كنا في بعض الادويه بنديها to give localized effects زي ما شفنا في the skin application، وشفنا الافكت على مستوى البكل ولا الريكتال اريا. فذكرنا انه الدواء لازم ياخد في على حسب الروت اوف ادمنستريشن يحصل له باسنج ويصل للسيستميك سيركيوليشن. طبعا الحاجه دي موجوده في كل الروت اوف ادمنستريشن ما عدا الانترافينس، لانه في الانترافينس وي انجكت دراج دايركتلي انتو ذا فين. فزي ما ذكرنا عمليه الابزوربشن هي الباسنج اوف دراج فروم ذا سايد اوف ادمنستريشن انتو ذا سيستميك سيركيوليشن اللي هو البلازما او البلوت ستريم. طيب اتس امبورتنت زي ما ذكرنا في كل الروت اوف ادمنستريشن ما عدا في الانترافينس، لانه قلنا الانترافينس دايركتلي وي انجكت ذا بلوت انتو سيستميك سيركيوليشن. طيب حناخذ الدراج ابزوربشن فروم ديفرنت سايد اوف ادمنستريشن. اهم سايد اوف ادمنستريشن كلنا عارفين هو الجهاز الهضمي، فحناخذ الدراج ابزوربشن فروم ذا جاسترو انتستينال تراكت. كلنا عارفين الدواء بالذات لما نديه اورالي بيكون قاعد في الجت اليومين وبيصل الجت وول، from the gut wall بيصل حاسم البورتال بين، وشرحنا الحاجه في حاسمه الانتيرو هيباتيك سيركيوليشن، وبيمشي الليفر سيركيوليشن، وهناك ممكن يحصل له باس اوف ميتابوليزم. ودائما الدواء لما يتاخد اورالي بيصل الجي اي تراكت، وهنا بيصل الجت اليومين وبيصل بعد ذاك الجت وول، بعد ذاك بيحصل له امتصاص عن طريق البورتال بين، بيصل الليفر، ومن الليفر بعد ذاك بيصل السيستميك سيركيوليشن. ودي ظهرتين حاسمه او حتظهر اسمي حاسمه الفيرس باس افكت. طيب الانتستين هي بتعتبر the main site for drug absorption، وهي بتعتبر the main site for drug absorption في GI tract لعدة أسباب. أول سبب إنه the small intestine characterized by large surface area، هي very large surface area، أول شيء هي طويلة، دي نمرة واحد. نمرة اثنين عندنا villi and macrovilli، والبريسنس of villi and macrovilli ده برضو بيزيد من surface area. دي العامل الأول اللي خلى الانتستين هي أهم site of drug absorption. نمرة اثنين السمول انتستين البلوت فلو او البلوت سبلاي فيها عالي جدا، فهي كاركترايزد غير بالسيرفيس اريا بالهاي بلوت سبلاي. نمرة ثلاثة ات كاركترايزد باي جود بيرميابيليتي،
فالثلاث اسباب دي خلت انه السمول انتستين هي المين سايد اوف ابزوربشن، لانه عند اللارج سيرفيس اريا خاصه اللي وجود الفيلاي او ماكرو فيلاي الهاي بلس سبلاي، بالاضافه للجود بيرميابيليتي الموجوده في الجود وول اوف ذا سمول انتستين. موست اوف ذا دراجز بيحصل لها ابزوربشن من السمول انتستين عن طريق الباسيف ديفيوجن، يعني عمليه تمشي باسيفلي، بالذات الدول اللي بنكون في الان ايونايز فورم ويكون عنده هاي لايبوفيليسيتي. والعمليه بتاعت الباسيف ديفيوجن طبعا ذكرنا الحته دي، هي بتعتمد مين على الديجري اوف ايونايزيشن بالاضافه للليبيد سوليبيليتي اوف ذا مولكيولز، لكن ما يمنع انه في بعض الادويه بيحصل لها امتصاص من السمول انتستين باي كارير، بنسميها كارير ميديت ترانسبورتر. زي عشان كده زي ما ذكرنا في بعض الادويه زي الليفودوبا والفايف فلوريوراسيل واحد الانتي كانسر بيحصل لها امتصاص عن طريق الكاري ميديات ترانسبورتر، وده سورس بتاع كومبيتيشن. عشان كده دائما يقول لك الليفودوبا ما تاخده مع الاكل، لانه بيحصل سورس اوف كومبيتيشن بين الامينو اسيد الليفودوبا وكذلك في بعض الادويه الثانيه زي الفايف فلوريوراسيل. طيب بالنسبه للانتراموسكولر ان سبكوتينيوس برضه هم ممكن يكونوا سايد اوف ادمنستريشن، فهل الابزوربشن هنا مهم؟ نعم، اذا ادينا الدواء انتراموسكولاري ولا اديناه تحت الجلد سبكيوتينيوس دي، كلنا عارفين الحاجه دي ريتش باي بلس سبلاي، فبنلقى انه في حاله الانترامسكولار والسبكيوتينيوس اريا بتصل عن طريق الانترستيشال فلويدز، بعد ذاك عن طريق الفاسكولار كابيلاري بتصل الى السيركيوليشن، او ممكن عن طريق الانترستيشال فلويد ثرو الليمفاتيك فازلز او الليمفاتيك كانلز بتصل الليمفاتيك فين، بعد ذاك بتصل السيركيوليشن. معناها فروم ذا سايد اوف ادمنستريشن سواء كان تحت الجلد او في العضل، بنلقى ان الدواء بيمشي الحته بتاعت الفراغات اللي هي بنسميها انترستيشال سبيسز او فلويدز، بعد ذاك جاي عن طريق الفاسكولار كابيلاريز او عن طريق الليمفاتيك فيزلز، بعد ذاك بيصل السيستميك سيركيوليشن. عشان كده العمليه دي ديبند اون اكيد الانجكشن سايت، الحته اللي بنعمل فيها انجكشن، قدر ما كان البلوت فلو في العالي في الحته دي قدر ما كان الريسبونس اسرع، وده السبب الرئيسي اللي خلى الانترامسكولار بتدي ريسبونس اسرع من السبكيوتينيوس. نمرة 2 بتعتمد على اللوكال بلوت فلو، واكيد علاقه طرديه، فقدر ما زاد البلوت فلو معناها حيزيد الدروج ابزوربشن في السايد اوف ادمنستريشن. اكيد عفوا بيعتمد على الميكرو ويت الليبيد سوليبيليتي، وقدر ما زاد الليبيد سوليبيليتي قدر ما زاد الابزوربشن بصوره اسرع. برضو واحده من العوامل المهمه جدا هي التمبريتشر، كلنا عارفين التمبريتشر لما تزيد بتعمل فازو دايليشن، لما تعمل فازو دايليشن بتعمل زياده في البلوت سبلاي، وده السبب الرئيسي في حاله السبكيوتينيوس او انترامسكولار بنعمل لوكال مساج. بعد ما ندي الدواء بنعمل حاول لوكال مساج اللي هو بنحرك بيدنا، والغرض من الحاجه دي انك تعمل هيت، لما تعمل هيت بتعمل فازو دايليشن، وده بيكون سبب رئيسي انك تزيد الابزوربشن من السايد اوف ادمنستريشن. طيب اذا ادينا الدواء عن طريق الريسبيريتوري تراكت نحن بنسميه بولمونري سايد، اللي هو بنحتاج فيه عمليه البولمونري ابزوربشن، فهنا بيكون السايد اوف ادمنستريشن هو اللنج، واكيد اللنج طبعا ريتش باي الفيولاي والبلوت سبلاي فيها بيكون عالي جدا. عشان كده بتلقى الريسبونس اللي بيجي من الانهيلرز برضه هو من الادويه بتدي ريسبونس سريع جدا. فالالفيولاي زي ما ذكرت عندنا هاي سيرفيس اريا ريتش باي بلوت سبلاي، فالامتصاص بتاع الدواء من اللنجز بيعتمد على عوامل متعدده، اول عامل بيعتمد على الليبيد سوليبيليتي، واكيد قدر ما زاد الدواء الليبيد سوليبيليتي بتاعته زادت بتزيد من الامتصاص، وكذلك بتعتمد على البلوت سبلاي، وبرضه هنا في علاقه طرديه بالاضافه لعامل عنده علاقه بالبيبر بريجر، وده حنفهمه بالتفاصيل لما نجي في حاجه اسمها الجرنال انستكس، وهنا حنتكلم عن مستوى الاويل جاز بارتيشن كوفيشنت والرول بتاع الفيبر بريجر في الامتصاص، ولكن برضه هو علاقته طرديه، فقدر ما زاد البريجر قدر ما زاد الابزوربشن فروم ذا لانج. طيب عندنا حاجه مهمه جدا بتلعب دور مهم جدا في فهمنا لل ابزوربشن سميناها البايو افيلابيليتي، هناخدها ثاني لما نتكلم عن مستوى الكونسبت بتاعت الكاينتكس. فالبايو افيلابيليتي اللي هو فراكشن اور ذا برسنتج اوف انشينج دراج ريتش ذا سيستميك سيركيوليشن فولوينج ذا ادمنستريشن باي اني كايند اوف روت. وطبعا يا اخوان البايو افيلابيليتي بالعربي بسيط اللي هو الكميه بتاعت الدواء اللي بيصل للسيستميك سيركيوليشن في نفس الشكل اللي اخذناه به انشينج. وطبعا دي اكتر حاجه بتحددها اللي هو العمليه بتاعه الفيرست باس ميتابولز. ندي مثال، اذا ادينا دواء 100 ملي جرام اورالي او باي اني كايند اوف ادمنستريشن لقينا فيه 70 ملي جرام وصلت السيستميك سيركيوليشن، معناها في 30% اتكسرت، فده بيثبت لك انه الدواء عنده 70% من البايو افيلابيليتي. حسبناه كيف؟ قسمنا ال 70 على ال 100 وضربناها في 100 عفوا، فهي حصلت لنا 70%. طبعا الانترافينس روت عنده 100% اوف بايو افيلابيليتي، كان قلت لك السبب ليه؟ بتقول لي لانه وي انجكت دراج دايركتلي انتو ذا سيستميك سيركيوليشن. وطبعا الادويه من الشركات المختلفه اذا ادت نفس البايو افيلابيليتي نحن بنقول الادويه دي هي
البايو ايكويفالنت، ودي بتجيب لنا دراسات مهمه جدا احنا بنسميها البايو ايكويفالنت ستاديز، وهتاخدوها بالتفاصيل ان شاء الله مع ناس الفارماسيوتكس. عشان كده if you want to measure the bioavailability لازم تحسب الكونسنتريشن اوف ذا دراج عن طريق حاسم الاريا اندر ذا كيرف عن طريق الانترافينس روت. لو اديت الدواء ده انترافينسلي معناه هو 100% بايوافيلبل، وبعدك تشوف الطريقه الثانيه زي الاورال، وبعدك تحسب الاريا اندر ذا كيرف بالنسبه للاورال تقسمها على الاريا اندر ذا كيرف لما اديت الدواء انترافينسلي وتضربها في 100 كده بتديك البايوافيلبيلتي. فالفكره ببساطه لو ادينا دراج انترافينسلي اكيد بدينا 100% بايوافيلبيلتي طبعا لانه بيصل كله انشينج. لما نقسم الاريا اندر ذا كيرف اوف ذا اورال روت على دي بتدينا اكيد البيو افيلابيليتي. طيب هنتكلم على فاكتورز ذات افكتنج البيو افيلابيليتي. شرحنا الديفرنت سايد اوف ادمنستريشن، شرحنا انه اي واحده من الطرق لو عملنا اكسبشن للانترافينس في عوامل بتحددها زي ما ذكرنا في الاورال بنعتمد مين على مستوى الليبيدو سولوبيليتي اند ايونايزيشن. لما نتكلم على مستوى البالمونري ذكرنا انه عندنا الفيفر بريجر، عندنا البلوت سبلاي، عندنا السيرفيس اريا، وعندنا الليبيد سولوبيليتي، وبرضه ذكرنا التمبريتشر والرول بتاعه بالاضافه للبلوت سبلاي والسايز اوف ذا ادمنستريشن بالنسبه للماسكيوتينس اند انترامسكولر. لما نتكلم عن مستوى الفاكتور افكتنج البايو افيلابيليتي دائما نتكلم عن مستوى الفاكتور افكتنج دراج ابزوربشن بالذات للاورال روت. فهنتكلم ذا فاكتور افكتنج البايو افيلابيليتي او فاكتور افكتنج دراج ابزوربشن. نبدا باول عامل هو الانتستاينال موتيليتي اللي هو حركه الامعاء. الانتستاينال موتيليتي طبعا بتقلل من الكونتاكت تايم، صح؟ يعني قدر ما زدنا الحركه بتاعت الانتستين كده قللنا الكونتاكت تايم بين ذا دراج اند ذا سايد اوف ابزوربشن، ونحن اتفقنا ان ذا مين سايد اوف ابزوربشن هو الانتستين. فلو زادت الحركه في الامعاء ممكن تقلل لنا الابزوربشن لانه كده بيقلل الكونتاكت بالنسبه للادويه. طيب الانتستاينال موتيليتي كلنا عارفين بتتغير بعوامل مختلفه. اول حاجه في بعض الادويه بتقلل من الانتستاينال موتيليتي زي الاتروبين الهايوسين، هنشوفها في الكلام ده لما ناخد الاوتونوميك ان دي الادويه بتكفل المسكرين ريسيتور وبالتالي بتقلل من الانتستاينال موتيليتي. في بعض الادويه بتزيد الانتستاينال موتيليتي زي الميتوكلورمايد والدومبريدون عن طريق قفلات الدوبامين ريسيتورز بنلقى ان هم بيزيدوا الموتيليتي. فالعمليه بتعتمد على بعض الادويه. عامل ثاني مهم جدا الديسيز. في بعض الادويه بيكون فيها زياده في الموتيليتي زي الدياريه الاسهال في زياده في الانتستاينال موتيليتي. مثال اخر الهايبرثايرويديزم فبنلقى انه في زياده في الموتيليتي. طيب السكند فاكتور افكتنج دراج ابزوربشن اند بايو افيلابيليتي هو الجاسترينج امتينج ريت اللي هو طلوع الدواء من الاستمك لحد ما يصل للسمول انتستين، احنا بنسميه جاسترينج امتينج ريت. واحنا كلنا عارفين الاستمك هي اسيديك في البي اتش، صح؟ فبالتالي ممكن تكون سورس بتاع تكسير لبعض الادويه. عشان كده دايما بنحاول نمرق الدواء سريع من الاستمك لانها هي مصايد اوف ابزوربشن نوصل الانتستين بصوره اسرع. فانا بعتقد جنرالي انه زي ما قلنا if you want to define gastric empty rate اللي هو the rate at which the stomach deliver the drug to small intestine اللي هو الريت اللي بيطلع به الدواء سريع من الاستمك لحد السمول انتستين. معظم الادويه لما تزيد من الجاستريك امتي جريد بتاعها كده بتوصل الدواء سريع للسمول انتستين، معناها كده بتزيد من العمليه بتاعه الابزوربشن. والعكس بالعكس، لما تطول الدواء قاعد في الاستمك بتقلل من وصول السمول انتستين وكده بتقلل من امتصاص الدواء. ده الحاجة دي لمعظم الأدوية. لكن نخد في بالنا إنه الجاستريك امتينجريت بتأثر ببعض العوامل. أول حاجة الفود وجود الأكل في الاستمك generally delay the gastric امتينجريت، والعكس بالعكس الصيام الفاستنج بيزيد الجاستريك امتينجريت. عشان كده كقاعدة عامة بنقول دائما حاول أخذ الدواء على empty stomach لأسباب متعددة هنفهمها نهاية المحاضرة وحاشرح عليكم الكلام ده again. لأنه واحدة من العوامل إن الفود delay the gastric empty rate while the fasting increase the gastric empty rate. الجاستريك بي اتش اللي هو البي اتش بتاع الاستمك، الالكالين بي اتش بتزيد الجاستريك امتي جريد، وده سبب رئيسي جدا بيخلي في بعض زي الكوكاكولا والحاجات دي بتزيد لك الامتصاص لانه بتغير من البي اتش بتاع الاستمك وبالتالي بتخليه مور الكالين، وده برضه بيزيد لنا من الجاستريك امتي جريد. البودي بوزيشن، سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال الناس تنوم على الكفه اليمين في بعض الحكم منها الحكم الفسيولوجية. فلاينج اون ذا رايت بوزيشن ورقادك في الجانب الايمن من جسمك بيزيد الجاستريك امتي ريت. شوف سبحان الله حتى في الفسيولوجي بنلقى الناحيه الدينيه مرات بتلعب دور. الليكويد انتيك اكيد اخذك للمويه خاصه للسوائل خاصه للووتر بيزيد برضو من الجاستريك امتي ريت، وده سبب رئيسي بيقول لك دائما لما تاخذ تابلت ولا كابسول تراي تو يوز فول كاب اوف ووتر
ممكن تكون لك شرب كميه كبيره من المويه، واحده من العوامل انها بتساعد في طلوع الدواء بصوره اسرع من الاسطبل. بعض الديسيز طبعا بتزيد الجاستنج امتنج ريت، وبعض الديسيز بتقلل من الجاستنج امتنج ريت. فدي مثال الادويه او الديسيز او المرض اللي بتزيد الجاستنج امتنج ريت اللي هو الجاستربتومي، لو الواحد شال الاسطبل بتاعته لسبب ما، او في حاله الانزايتي دي الجي اف ار تبقاه زايد، الجي اي ار سوري جي اي ار بيكون زايد. لكن في بعض الديسيز زي الهايبوثايرويديزم سوري زي الجاستريك ألسرز، الدبريشن، البايلوريك ستينوزيز، والصداع النصفي الميجرين، دي كلها بتقلل من الجي اي ار. عشان كده دائما ادويه الميجرين بيقول لك خدها مع حاجه تزيد الجاستريك انتجريت اللي هو زي الليبتيك فورمايد، وحنفهم الكلام ده لما نيجي ان شاء الله في الاوتوكويد. بالاضافه اكيد الادويه بتقلل الموتيليتي بتقلل الجاستريك انتجريت، والعكس بالعكس. فبنلقى مثلا انتي ماسكرينيك بتقلل الجاستريك انتجريت، وايل الليبتيك فورمايد الدومبريدون ده increase the gastric emptying rate، وتستوعب الرئيس زي ما ذكرت بتخليك تاخد بعض الانتيميتيك زي الميتوكلورمايد في حالة الميجرين عشان تزيد، بالإضافة إنك تشيل السيمبتومز بتاعت الميجرين. واحدة منها اللي هي بيكون فيها اميسيس، بيكون فيها بوميتينج، بتحاول تزيد من امتصاص بتاعت الانالجيسيك دراجز زي الباراسيتامول والديكلوفيناك صوديوم. طيب العامل الثالث بيلعب دور مهم جدا في affecting the absorption and bioavailability اللي هو surface area، وطبعا علاقة طردية زي ما ذكرتها، لما تزيد من surface area أكيد بتزيد من absorption، وده السبب الرئيسي اللي خلى الانتستين هي المين سايد of absorption. العامل المهم جدا برضو blood flow، فقدر ما زاد blood flow قدر ما زاد من شنو؟ قدر ما زاد من الامتصاص، لأن blood flow وصول بكميات كبيرة أكيد بيزيد الامتصاص، والحاجة دي موجودة في كل الروت of administration. عشان كده بنلقى في بعض الديسيز زي heart failure بيكون فيها نقصان في blood supply لل small intestine فبيقلل من blood flow، وبالتالي بيقلل من الابسوربشن. الحاجه دي موجوده برضو في الهايبوفوليميا، الواحد لو تعرض لهايبوفوليميا بتلاقي امتصاص الدواء برضو بيقل. واحده من العوامل المهمه جدا هي الفيرست باس ميتابوليزم. الفيرست باس ميتابوليزم برضو بيأثر طبعا اكيد، لانه كلنا عارفين ات ريديوس ذا باي افيلابيليتي، فقدر ما الدواء تكسر في الليفر قبل ما يخش السيستميك سيركيوليشن اكيد بيقلل من البايو افيلابيليتي. الجاستريك بي اتش عامل مهم جدا، لانه بيحدد لنا زي ما شفنا في الايون ترابينج العمليه بتاعه الايونايزيشن والديجري اوف ايونايزيشن. فالقاعده بتقول انه الاستمك الاسيديك بي اتش بتاعه بيكون في الرينج من 1 لحد 3.5، السمول انتستين بتمول للنيوترال للالكلاين بي اتش 5 تو 8، اما اللارج انتستين هي اولموست الكلاين هي 8. فبنلقى الادويه اللي عندها ويك اسيديك بتفضل الاريا بتاعت الاستمك تو بي ابزوربت، اما الادويه هي الويك بيزك وموست اوف ذا دراجز هي ويك بيزكس بتمتص مينلي من السمول انتستين. طيب الفود هل بيأثر؟ نعم، وجود الفود واحده من العوامل الرئيسيه affecting drug absorption by number of factors. أول حاجة زي ما ذكرت الفود delay the gastric emptying rate. طبعا الحاجة دي بتأثر يا شباب، بتأثر لأنه بتخلي الدواء بيقعد فترة أطول في الاستمك، وبالتالي ممكن يحصل له break down. لكن نخذ في بالنا في نفس الوقت إنه وجود الفود هو مهم جدا في تقليل الفود reduce the irritation by the irritant drugs. وفي نهاية المحاضرة وفي نهاية الفود حذكر why most of drugs مستخدم، مع انه القاعده بتقول استخدام في امدنج استمك، لكن هنشوف في بعض الادويه لازم تاخدها تكون في فول استمك اللي هي ريتش باي فود. الفاتي ميل، الفاتي ميل انكريز ابزوربشن لبعض الادويه خاصه اللايلي لايبوفيليك دراجز زي الجليسيفالوبين والمالتي فيتامينز. المالتي فيتامين خاتم الليبيد سولبل فيتامينز، ليه؟ لانها حتزيد من خروج البايل، والبايل حيزيد من اللايفولايزيشن، وكده حيزيد لها من عمليه البريك داون اند ابزوربشن اوف الهاي ليبيد سولبل دراجز زي الجليسيفالوبين عند اللي بيتصلب الفيتامين. عشان كده بنلقى الأدوية زي الفيتامينات بيقول لك لازم تاخدها بعد الوجبه عشان وجود الفود بيزيد من الابزوربشن بتاع الادويه دي. طيب واحده من الحاجات اللي بنخاف منها بوجود الفود انه ممكن يعمل كومبلكس، فعمليه الكومبلكسيشن ممكن تحصل بين ذا فود كومبوننت اند دراجز، ودي مشكله رئيسيه بتقلل من امتصاص الدواء، لانه ممكن الفود يعمل كومبلكس مع الدواء وكده بيقلل امتصاصه. فمثال معروف جدا اللي هو وجود الميلك والميلك برودكت اللي هي ريتش باي دايفيرنت اند ترايفيرنت كاتيون زي الالومنيوم زي الكالسيوم زي الحديد زي المغنيسيوم، دي بتعمل شيليشن مع الادويه فيها نمبر اوف سايكل زي التتراسايكلينز اند فلوروكينولز. فلو اخذت التتراسايكلين مع حاجه فيها كالسيوم زي الميلك بنلقى انه التتراسايكلين ما هيحصل امتصاص، لانه الكالسيوم والالومنيوم موجود في الميلك بيعمل شيليشن اند ديكريز ابزوربشن اوف ذيس دراجز. طيب بالاضافه الفود استيموليت ذا جاسترو انتستينال سيكريشن، ودي حاجه مهمه جدا، انها بتزيد من الاتش سي ال البيبسين البايل سولت زي ما ذكرت، هي مهمه جدا في الهاي لايبوفيليك دراجز، وكده ممكن تاثر وتعمل ديجريتيشن للانستابل دراجز، فالفود اولسو كان كوزس. لكن زي ما ذكرت البايل سولت ممكن تكون هي
كان فور انسوليبل، يعني الباير سولت صح ممكن تزيد من الامتصاص، لكن ممكن تعمل انسوليبل ان نون ابزوربل كومبلكس في بعض الادويه زي النيومايسين والكانومايسين والنيستاتين. فالبايل هي مهمه لامتصاص بعض الادويه خاصه الهاي لايفليك، لكن ممكن تعمل بعض الكومبلكسز مع بعض الادويه. الفود برضو بيأثر في امتصاص الادويه، ممكن يكون في سورس اوف كومبيتيشن، وذكرت الحته دي في الكارير ميديتد ترانسبورتنج دراج زي الليفودوبا. فالليفودوبا ممكن يعمل كومبيتيشن مع الامينو اسيد الموجوده في الاكل زي التايروسين والفينيلالانين، وكده بيقلل من امتصاص الدواء. الفود ممكن يزيد الفيسكوسيتي اوف جي اي كونتاكت، بالتالي ممكن يزيد اللزوجه، وده بيقلل اكيد من الديزوليوشن ريت اند ابزوربشن اوف دراجز. الفود برضو عنده افكت، it can lead to transient increase in blood flow to the liver. يعني طبعا وجود الفود بيزيد لنا من وصول الدم الى الليفر، وبيزيد لنا وجود وصول الدم الى الانتستين. الثانيه كويسه ما فيها مشكله، المشكله الاولى فوصول الدم للليفر بكميات كبيره كده ممكن يزيد لنا من البريك داون، وكده ممكن يزيد لنا في البايو افيليبيليتي، لانه كده هيزيد من البورتر فين سيركيوليشن، كده ممكن تزيد من البريك داون وتقلل من امتصاص بعض الادويه زي البروبرانول اللي هو عنده اصلا لو بايو افيليبيليتي. طيب كده الابزوربشن اوف سم دراجز دايما افكتد باي فود، لكن ما قاعده عامه انه في بعض الادويه وجود الاكل وعدمه ما بيأثر في امتصاصها، مثال لها الاموكسيسيلين، مثال لها الاوكسازيبام، البريدنيزولون، الدوكساسايكلين، دول امتصاصه ما بيتأثر بوجود الفود. فالفود عنده عوامل كثيره ممكن يأثر فيها زي ما ذكرنا الشيليشن، الكومبيتيشن، الفيسكوسيتي وزيادتها، وبنلقى انها ممكن تعمل ديلينج وبتعمل انكريز للبلوت فلو في الليفر، ممكن تكون زياده في بعض الادويه زي البايل. عشان كده القاعده العامه ثاني حقولها انه دائما حاول اخذ الدواء في امتي ستمك، خاصه اذا كان الفود بيأثر في البايو افيليبيليتي، لكن في بعض الادويه ما ناخذها الا في فول ستمك اذا كانت تعمل لنا اريتيشن للجي اي تراكت، اذا كان ممكن تعمل لنا نويزيا فوميتك، والفود كده بيقلل من الادفيرس افكت. نمره 3 اذا كان وجود الفود بيزيد من الابزوربشن لهذه الادويه زي ما قلنا المالتي فيتامينز اند جريسيفالبين، لانه وجود البايل بيساعد في اللايفولايزيشن اند انكريز ابزوربشن. فدي ثلاثه قاعدات او ثلاثه قواعد اللي بنحتاج ندي الدواء الا بعد الاكل. اذا الدواء بيعمل اريتيشن وجود الفود بيقلل الاريتيشن، اذا الدواء بيعمل ادفيرس افكت زي نويزيا اند فوميتنج وجود الفود بيعمل ماسكينج وديكريز ذيس ادفيرس افكت، واذا كان وجود الفود بيزيد الابزوربشن زي في حاله المالتي فيتامينز اند جريسيفالبين وجود البايل. طيب واحده من العوامل الثانيه اللي بتاثر في الابزوربشن هو الكومبلكسيشن. الكومبلكسيشن ممكن يحصل كومبلكسيشن بين نمبر اوف دراجز، او ممكن يكون زي ما ذكرنا بين فود اند دراج. فمثلا التترا سايكل لو اديته مع انتي اسيد كده بتقلل امتصاص لانه حصل فورميشن اوف كومبلكس. مثال اخر لو اديت كوليستيرامين مع وارفارين، كوليستيرامين مع تايروكسين، ممكن يحصل برضه شيليشن اند كومبلكسيشن، وكده برضه بيقلل من امتصاص. وزي ما ذكرنا بعض الفود زي حتى الميلك برودكت مع التتراسايكلين مع السيبروفلوكسيسين كلها بتقلل من الامتصاص. واحده من العوامل هي الدراج ستابيليتي. فعندنا بعض الادويه ممكن يحصل لها اسيديك هيدروليسيس في الاتش سي ال اوف ستومك زي الانسولين، عشان كده بنقدر ندي الانسولين اورالي، او ممكن يحصل انزيماتيك هيدروليسيس في الجي اي تراكس مثال زي البنسلين جي، فدي ممكن تاخذها اورالي اذا كان الدواء ان ستيبل اند بريك داون ان ذيس انزيمز اند ذيس لو بي اتش اوف ستومك. ادزوربشن ممكن يكون واحده من الفاكتور افكتنج دراج ابزوربشن بايبيليتي، الادزوربشن اللي هو عمليه الامتزاز. فبنلقى مثلا زي الشاركول حبوب الفحم كلنا عارفين انها والكاونين الديكريز ابزوربشن اوف ميني دراجز، لانها هتعمل له ابزوربشن ات ذا سيرفيس اوف ذيس اند ديكريز ابزوربشن اوف ذيس دراجز. الروت اوف ادمنستريشن واحده من العوامل الرئيسيه افكتنج، وزي ما ذكرنا كلنا عارفين الابزوربشن بيجي اسرع حاجه من الانترافينس بحكم انه ما في ابزوربشن، فولد باي انهيلد اند ذن انترامسكولار اند سبكيوتينس اند فاينالي اورال اند ديرمال ادمنستريشن. فبرضه الروت اوف ادمنستريشن هو واحده من العوامل اللي بتحدد لنا البايو افيليتي اند روت اوف ادمنستريشن. Last factor that affecting drug absorption and bioavailability هو formula of the drug. Formulation، هل هو في شكل كابسول، هل هو في شكل تابلت، هل هو في شكل ليكويد، هل هو في شكل suspension. فدي مهمة جدا في نشرحها بعاملين. العامل الأول هو particle size of powder. فالقاعدة بتقول إنه the smaller particle size معناها the higher dissolution rate، معناها greater in the absorption. الدواء قدر ما يكون particle size بتاعه صغير معناها بيحصل له dissolution سريع، معناها بيحصل له absorption أسرع. لانه كنا عارفين ما الدواء طوال بيحصل ابزوربشن، لازم يحصل له سوليوشن ويذوب بعد ذلك نقدر نعملها ابزوربشن. فقدر ما كان البارتكل سايز صغير قدر ما سرعنا من عمليه الامتصاص. عشان كده ريدكشن ان ذا بارتكل سايز انهانس بايو ابيليتي اوف نمبر اوف دراجز ساتش از التولبيوتامايد، السبيرانولاكتونز، الديجوكسين اند اسبرين. وده السبب الرئيسي اللي خلينا نعملها في شكل مايكرونايز تابلت، والكلام ده بتفاصيل هتجوا تاخذوه مع ناس الفارماسيوتكس. العامل الثاني اللي بيأثر الدوزج فورم اتسيلف. فالابزوربشن
بيختلف على حسب شكل الدوزج فورم. فمثلا في الاورال بنلقى اسرع حاجه هي الاكويس بريبريشن، الشكل السيرب. بيجي بعديه السسبنشن، الاكويس سسبنشن. بتيجي بعديه السوفت جيلاتين كابسول اند ذن هارد جيلاتين كابسول اند ذن ذا كونفنشنال ان كوتد تابلت اللي هو الحبه المغطاه اند ذا لاست هو الكوتد تابلت. فعمليه الامتصاص بتكون اسرع دائما في السوليوشن، في السوليوشن زي السيربس followed by suspension followed by soft gelatin capsule and then hard gelatin capsule and the last one هي التابلت. فالانكود بيحصل اسرع من الكوتيد تابلت. كده اتكلمنا على العوامل المختلفه بالنسبه للدراج ابزوربشن. قلنا دراج ابزوربشن بيعتمد على عوامل مختلفه، لكن في فاكتورز افكتنج. وي ستارت باي منشنينج ذيس فاكتورز. اول حاجه بالانتستينال موتيليتي، شفنا برضو الجاسترينج امبتينج ريت، ذكرنا عوامل تانية زي عمليه الكومبلكسيشن، زي عمليه الشيله، عمليه الابزوربشن، ذكرنا عوامل تانية زي البلوت سبلاي، زي برضو عندنا بعض الديسيز كان افكت زي ما ذكرنا الحته دي، ذكرنا عوامل تانية زي الفورميليشن، ذكرنا عوامل اخرى وعددناها وكان هي في 12 عامل بيأثر على الابزوربشن اند بايو ابيليتي. اتمنى تكون المحاضره واضحه ان شاء الله. لو في اي سؤال حنجاوب في جروب التليجرام. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.